السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس التربية الإسلامية بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا يا شباب نعلم أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر بالقضاء والقدر يا شباب ركن من أركان الإيمان، والقضاء والقدر هو كل ما كتبه الله عز وجل علينا. خلاص، طيب الإيمان بالقضاء والقدر ده بيع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أحوال العباد ومصائرهم ويدبر أمورهم ويقضي فيما فيها بما يريد وفق علمه وحكمته، ولا يقع في الكون شيء إلا بإذن الله عز وجل، ولا يصيب الإنسان نفع ولا ضرر إلا بإرادته وقدرته، فإن للكون ربا يجعل كل شيء فيه بحساب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل حاجة شاب بتحصل لنا ربنا سبحانه وتعالى مقدرها وكاتبه على الإنسان قبل أن تحدث له في الدنيا، فالإنسان لا يفرح بنعيم زائل ولا يحزن بمصيبة قد ابتلاها الله إياه، لأن ذلك كله اختبار من الله عز وجل. طيب إزاي بقى المؤمن يا شباب يتقبل القدر؟ بل يجب على المؤمن أن يتقبل القدر بنفس راضية مطمئنة، فهو يعلم أن هناك قدر، هناك قدرة عليا وهي قدرة الله عز وجل تدبر لنا الأمر وتختار له ما يؤمنه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو احنا كلنا شباب تدركنا وتوصلنا إلى هذه الآية جميعا لأدركنا أن كل ما في الكون يحدث لنا بإرادة الله عز وجل. كذلك الإنسان المستقيم ذو الفطرة النقية نجد أنه يدرك أن له قدرة واختيار عندما يسير في طريق الطاعة والمعصية. ومعنى ذلك طبعا الإنسان اللي يقول لي طب ما احنا كده مصدر أو يعني كل حاجة احنا كده مجبرين فيها، لا طبعا في أمور أنت مجبر فيها وفي أمور أنت مخير فيها. يعني المسجد موجود أنت مجبر، لا أنت مخير، عايز تروح تصلي يبقى أنت ماشي في طريق الهداية، عايز ما تصليش يبقى أنت ماشي في طريق المعصية، فكل ذلك يكون باختيارك وقدرتك، وعندما تعصي الله عز وجل فإن ذلك يكون أيضا باختيارك. خلاص، وعلى هذا طبعا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاء على الجزاء العادل بين الناس. خلاص، قال تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين، في طريق الخير وفي طريق الشر. عايز تمشي في طريق الخير العبادة والصلاة والصوم امشي، عايز تمشي في طريق الشر امشي. خلاص، ولكن هناك أمور بقى تحدث للإنسان لا قدر له فيها، كالصحة والمرض والغنى والفقر والفرح والحزن ونهاية الأجل ومكان الموت، اللي هي الأمور اللي احنا بنقول عليها كده خارجة عن إرادة الإنسان، أنا ما أقدرش أتحكم فيها. خلاص، فالله سبحانه وتعالى يجعل لكل إنسان منا قدر مهما بعد أو طال الزمن لابد له من لحظة. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أنت كنت فيه، لو داخل حصون، لو أنت محاط بأطباء العالم وربنا سبحانه وتعالى كتب عليك قدر لك نهاية الأجل سيحدث لك نهاية أجلك. خلاص، وإذا كان الله تعالى قد قدر كل شيء وكتب كل ما يصيب الإنسان في حياته وحدد أجله ورزقه، فما موقف الإنسان من العمل والسعي في الحباء؟ طب لو أنا قلت بقى كده طب ما أنا برضو الرزق بتاعي ربنا كتبه لي أنا أسعى لي، لا طبعا الإنسان يسعى للعمل وهو مطمئن بأن الله عز وجل سيعطيه وسيرزقه. فالزارع الرجل اللي بيزرع أرضه ما عمال يحرث الأرض ويحط الحبة وعارف أنه يطلع ولا لا، لكنه بداخله اطمئنان بأن الله عز وجل سينبت له هذا النبات. خلاص، وأيضا أنت كطالب تذاكر دروسك وأنت مطمئن بأن الله عز وجل سيوفقك في هذا العمل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على الله يأخذ بالأسباب ويوجه أصحابه إلى الأخذ بالأسباب. خلاص، فعندما رأى رجلا يترك ناقته من غير عقال توكلا على الله فقال له: اعقلها وتوكل. ما ينفعش برضو أسيب حاجة أرمي نفسي في التهلكة ولا أسأل ربنا هو اللي يسترنا، لا طبعا أعقل الأمور وتدبرها وتوكل على الله عز وجل. أما التوكل يا شباب بقى ده أمر مختلف جدا عن التوكل، فهو ترك الأسباب والانصراف عن العمل. واحد يقول لك أنا قاعد ما ولا ربنا كاتب لي رزق، رزق هيجي لي، لا طبعا أنت إنسان متواكل. خلاص، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فلقى ناسا من أهل اليمن فقال:
فقال لهم من أنتم؟ فقالوا متوكلون. فقال كذبتم، ما أنتم متوكلين، إنما المتوكل الذي ألقى حبة في الأرض وتوكل على الله. ولهذا كان التواكل بعيدا عن الدين، بعيدا عن مفهوم الصحيح للقضاء والقدر، خلاص. وهؤلاء الذين يتصفون به إنما هم خارجون عن مبادئ الدين وجاهلون بمعنى القضاء والقدر. طيب، لو أنا بقى أمنت بالقضاء والقدر، إيه أثر الإيمان بالقضاء والقدر يا شباب في نفس المؤمن؟ قال لي طبعا بيحمي المسلم من القلق، أنا مش خايف من حاجة، لأن أنا مدرك أن كل ما يحدث لي مكتوب علي من عند الله عز وجل. يملأ قلبه طمأنينة، يصبر على قضاء الله عز وجل، يحتسب أجره عند الله، خلاص؟ لا يفرح ولا يجزع ولا يحزن على شيء قد فاته، خلاص؟ والإيمان بالقدر يجعل المسلم يطلق طاقاته ومواهبه ويكسب القوة في مواجهة الحياة واستخراج كنوز الأرض وما فيها، وهو مطمئن بأن كل ذلك من عند الله عز وجل. وبكده يا شباب نكون انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.